السلام عليكم. 5 انتصارات، 3 تعادلات، 4 هزائم حصيلة الرجاء إلى حدود الجولة 12 من الدوري المغربي للمحترفين حين يستقبلون فريق شباب الريف الحسيمي. الفتح والكوكب سقطوا تباعا أمام النصر الرجوي الجريح، فهل يسقط أبناء مديح؟ الجواب في الروبورتاج. مشاهدينا، الرجاء تؤكد صحوته على حساب شباب الريف الحسيمي. ثنائية الحفيدي وهدفي العقال وابو معمر يمنحان الرجاء 3 نقاط غالية. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.